قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما مدلول هذه الآية؟ نعم، الآية واضحة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، بمعنى أن الله يدفع الكفار بعضهم ببعض، يدفع الدول بعضها ببعض ويدفعهم أيضا بالمسلمين. الله جل وعلا يسلط هذا على هذا من أجل أن يأمن الطرف الثالث، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده، يهيئ للكفار من يدافعهم عن المسلمين وعن الكفار المستضعفين الآخرين. نعم.